يعني شغل الشاغل للعالم بهذا الوقت هو كورونا، كيف بدنا نحمي حالنا منه؟ شو ممكن نساوي لحتى نعيش ما ننصاب بالفيروس؟ وإذا انصبنا شو رح يصير معنا؟ كتير أسئلة. يمكن اليوم رح نحكي شوي طبياً عن الأدوية، المكملات الغذائية، أسئلة كتير عن المكملات الغذائية بالفترة الأخيرة كانت هي الأكثر طبعاً رواجاً خلال هاي الفترة، إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان بحياتنا العامة، كيف بدي أخده وشو الطريقة الصحيحة؟ طبعا رح يجاوبنا على هاي الأسئلة والاستفسارات ضيفنا الدكتور شادي الخطيب، رئيس جمعية الطب التكميلي وعضو نقابة الصيادلة. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. صباحك الله يعطيك العافية. صباح الصحة والسلامة دكتور، أهلا وسهلا فيك. اليوم مثل ما قلنا كورونا الشغل الشاغل يمكن لكل الناس بهي الفترة وبجميع أنحاء العالم، كثير في يمكن كلام حتى على مواقع التواصل الاجتماعي كيف نحن بنحمي حالنا وإذا تعرضنا للفيروس كمان كيف ممكن نتصرف. هلا دائما عم بصير حكي انه نحن ناخذ مكملات غذائيه، بالبدايه خلينا نعرف يعني هي الفيتامينات او حتى المكملات الغذائيه بتصلح لجميع الفئات العمريه، شو مدى صحه هذا الشيء؟ تمام، اول شيء بنتمنى الصحه والسلامه للجميع، ولازم نحن نعرف بانه هذا النوع من الفيروسات وانتشاره الواسع بيحتم علينا نتعامل مع الموضوع بحذر كبير، لازم نحن نتعامل مع الجميع على انهم مصابين لحتى نقدر نحن نعمل إجراءات الوقاية والحماية الشخصية من خلال التباعد الاجتماعي، لبس الكمامة، لازم يكون سلوك وما لازم يكون هذا السلوك مؤقت، يعني ما لازم تعمل مع الحالة بأنه هي حالة مؤقتة، لازم نتعامل مع الموضوع بأنه هو حالة من انتشار لفيروس، هذا الفيروس محتمل بأي وقت يوصل لعنا، يوصل لبيتنا، دائما بتكون عوامل خطورة مع الأشخاص اللي عندهم أمراض مهددة أخرى، بيكون عندهم مشاكل مناعية، الأشخاص الكبار المتقدمين بالعمر، كل هذا نحن ممكن ننقله للبيت وممكن يكون نحن سبب في مشكلة كبيرة، خسارة شخص قريب، نحن نكون السبب في ذلك. لذلك حتى نحن نضمن عدم وصول هذا الفيروس لمنزلنا، أول شيء ما نتعامل مع الكل على أنه مصاب أولا، وبالتالي إجراءات الحماية والتباعد، العادات الاجتماعية اللي العلاقة بموضوع السلام، التقبيل، هي لازم ننساها تماما بهذه الفترات، لأنه فعلا في كتير ناس عم تعمل مع الموضوع بلا مبالاة وعم تكون نتائج كارثية، عم يخسروا حدا كبير عندهم بالعيلة، وعم نسمع كتير صرنا عن خسارة أحباء نتيجة عدم الاستهانة وعدم الاكتراث بهذا الموضوع. الأمر الثاني، كيف نحن فينا نحافظ على مناعتنا؟ هون في نقطة كتير مهمة، لمن هو مصاب شيء ولمن هو يعني غير مصاب وعم يأخذ للحماية والوقاية والمناعة، دعم المناعة شيء آخر. الغير مصاب ما لازم يكون في تهافت على استخدام هذه المركبات من مصادر كيميائية أو حتى من مصادر دوائية، لأنه هو ما نو بحاجته ضمن هالمصادر كونه في عنا مصادر بديلة طبيعية ومنتشرة بكثرة في سوريا. يعني احنا اليوم لما عم نحكي عن أهم الفيتامينات هو فيتامين سي، اليوم في كتير مركبات موجودة بالطبيعة، موجودة بين إيدينا نحن، الملفوف، الفليفلة، الحمضيات، يعني كل هذه المركبات غنية بفيتامين سي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير جدا، بالإضافة للحبوب، بالإضافة للعديد من المركبات اللي نحن بتعطينا دعم من خلال عنصر الزنك، نحن بيكون موجود حتى ببعض المركبات الأخرى اللي بتدعم مناعة بشكل جيد، بنذكر منها التوت الشامي، العنب، كلها موجودة بهذا الوقت. اليوم نحن الكمثرى موجودة، هاي الفاكهة اللي هي فاكهة موسمية موجودة اليوم بكثرة، غنية جدا بالفيتامينات والمعادن، لازم نحن يكون هي المصادر الأساسية اللي عم نستخدم منها وعم نحصل على حصتنا اليومية. نحن بحاجة لحصة يومية مش أكثر، هاي الحصة اليومية هي ممكن تغطيها يعني استخدام هذه المركبات الطبيعية من مصادر الطبيعية. لما بيكون في مرض لا سمح الله ساعتها بحاجة لأكثر من الحصة اليومية، نستخدم المتممات الغذائية والمركبات الدوائية اللي موجودة بالصيدليات والتي تستخدم للأشخاص اللي صار في عندهم توقع إصابة أو اللي صار في عندهم إصابة، بيدعموا العلاج بهذه المركبات الفيتامينات مثل فيتامين سي والزنك وفيتامين دال والكالسيوم. طبعا نحن اليوم لما عم نحكي عن المناعة لازم ننتبه على شيء كتير مهم، المناعة الكفوءة هي المناعة القادرة على مواجهة العدو الخارجي اللي هو الفيروس أو الجرثوم أو غيره بفترة زمنية أقل، وقادر على أنه تستجيب له بإنتاج يعني الأضداد النوعية الخاصة بهذا النوع من الفيروسات، وتستطيع أن
يعني تتغلب على فوعته، وبالتالي الانسان بيضل، في كثير ناس انصابت نتيجه مناعتها القويه ما حسوا باعراض واستمروا بالحياه بشكل طبيعي، وبعدين يعني خلص المرض صار خلفه. طبعا لازم ننتبه هون، ما في دراسات بتاكد انه في مناعه دائمه ممكن نحن ناخذها من خلال الاصابه، يعني المصاب ممكن بعد فتره يرجع يصاب مره ثانيه. لذلك نرجع بنقول نقطه كثير مهمه، غير المصاب لما بده ياخذ فيتامينات ومعادن ياخذهم من المصادر الطبيعيه. واليوم فعلا نحن عم نحكي عن مصادر طبيعيه كثير غنية ومتنوعة بسوريا، وخاصة نحن اليوم لازم يكون في عنا تنوع بطبقنا الأساسي اللي هو فيه ألياف، حبوب، خضار، فاكهة، الأنواع الخضار الورقية اللي بتزودنا بالحديد وببعض المركبات الطبيعية، زنك وغيره من المعادن اللي هي فعلا بتساعدنا بالتجاوب. هذا اللي كان بدي أسألك عليه دكتور، يعني اليوم كثير من الأشخاص عم ياخذوا البروتوكول الدوائي حتى من دون ما يكونوا هن مصابين، ان كان من الفيتامين سي او ان كان من الزنك، هل في خطوره على الجسم لما انا بكون عم باكل غذاء جيد اضافه الى هيك باخذ هدول المتممات الغذائيه وحتى احيانا ادويه عم بيتم تناولها؟ هلا نحن ضمن الجرعات الصغيره المعتاده ما بيكون في عندنا مشكله او خطوره، عوامل خطوره، انت بتظهر عندنا عوامل خطوره او السميه نتيجه تجاوز الجرعات. هلا في البعض لاحظنا بانه عم ياخذ كميات كبيره، فكروا انه نحن يعني هو معتمد على الجرعه فبياخذ، هذا له سميه كلويه بالمناسبه، بياثر على الكليه، بياثر على كثير وظائف بالجسم، وفي بعض المعادن اذا تجاوزنا الجرعات المسموح فيها ندخل بما نسميه بسميه تسمم بهذه المعادن واثار جانبيه كبيره جدا. لازم ننتبه، الله سبحانه وتعالى خلقنا هاي المركبات من مصادر طبيعيه، وللمعلومه المصادر الطبيعيه أكثر قدرة على التأثير في الجسم من المصادر الكيميائية، لأنه هي من طبيعة الجسم، وبالتالي الجسم بيقدر يستفيد منها يعني يستخدمها بشكل جيد. بدي يضرب مثال كتير بسيط، نحن اليوم بنعرف أنه فيتامين A مثلا ممنوع للحوامل، تمام؟ ومع هيك بنسمع بأنه الحوامل بياكلوا الجزر واللي هو مصدر أساسي لفيتامين A. ليش ما سبب الجزر عند الحوامل تشوه أجنة بالوقت اللي فيتامين A نفسه بيسبب تشوه أجنة؟ الجواب، فيتامين A موجود بشكله الحر وجرعاته وتراكيزه الدوائية بتسبب التشوه الجنيني، أما فيتامين A اللي بناخده من الجزر فهو فيتامين موجود بشكل طليعي، نحن بنسميه بيتا كاروتين، وبالتالي الجسم بياخذ منه حاجته ويطرح الباقي، وبالتالي ما بيصير في عندنا حالة سمية، وهالكلام كلنا بنعرفه، عمرنا ما سمعنا عن ست حامل عم تاكل جزر وصار في عندها تشوه جنين، ولكن إذا أخذت فيتامين A فعلا بيكون في تشوه جنين، وبالتالي نحن بنقول نحن نقطة هون كثير مهمة وللجميع، نحن هي مانا عبارة عن رفاهية دوائية، إنه أنا بدي أحمي حالي بدي آخذ كميات من شيء أنا ماني بحاجته، الأهم من هيك إنه أنا فعلا أوفرهم من خلال الأغذية، وما حدا يقول لي إنه مانا متوفرة، اليوم في أغذية رخيصة الثمن متوفرة وفي يعني في الغالي المتوفر فيه، فالحمد لله هالمركبات موجودة بكثرة بالعديد من الانواع اللي خلينا نقول النباتيه والفاكهه، الخضار، الحبوب. بعدين الواحد بيقدر يجيب الفليفله والبندوره احسن من ما يجيب تماما البندوره والفيتامين سي اللي صار بالاف الليرات. عم نحكي بشكل واضح جدا مثل ما تفضلتي حضرتك، البندوره مركب رئيسي جدا، اليوم نحن عندنا البانجان، اليوم في عندنا كثير مركبات نحن فينا نعتمد عليها وهي مصدر رئيسي لفيتامين سي، توت شامي، توت شامي من افضل انواع المركبات الغنيه بفيتامين سي، فيتامين سي ويساعد ايضا على قتل الفيروسات، يعني نحن التوت الشامي فيه ميزه بانه هو فيه مركبات مضاده للاكسده، هذه المركبات تساعد الجسم على التغلب على المركبات الغريبه اللي بتهاجمه، وبالتالي هو قادر على تجاوز الفوعه الفيروسيه او الجرثوميه، ونحن التوت الشامي بمجتمعنا منتشر بشكل كبير جدا. اليوم التين، نحن بوقت كمان التين له فائده، نرجع بنقول هذه المركبات لما بناخذها من مصادر طبيعيه بتكون امتصاصها افضل، تاثيرها افضل، وما في عندنا نحن سميه، جرعات سميه نتيجه استخدامها. ولازم نميز نحن دائما ما بين الاعراض، نحن اليوم كلياتنا لما بنشوف في اعراض بتبلش بتكسير الجسم، في عندنا شوي تاثر بحاسه التذوق والشم، اذا صار في عندنا شيء اعراض هضميه، اسهال،
الى اخره صعوبه. فخلينا نقول في يعني عم يكون في عندنا حالات الناس بيكون في عندهم ارهاق وتعب، فنلجا للحجر الذاتي، تمام، نبتعد عن يعني عن عن, عن الناس لحتى ما اذا كان في عندنا اصابه وما ظهر الاعراض بشكل جيد ننقلها. طبعا الحراره هي وحده من المؤشرات، يعني ما كل المؤشرات، ولازم فورا نحن نلتزم بحميات تساعد الجسم. الحساء مهم جدا، نذكر مثلا ماده الشوفان، ماده الشوفان فيها مركب بيتا جلوكان، يعني حساء الشوفان بيساعدنا على التغلب على الفيروس، اي نوع فيروس، لانه فيها ماده اسمها بيتا جلوكان. بيتا جلوكان هي مادة مناعية، الحقيقة مركب مناعي بنشط مناعة الجسم على الرد على المركبات الغريبة، بنشط الخلايا البالعة الكبيرة. هذه كلها ناتجة عن دراسات. وبالإجمال أي فاكهة تحتوي على ألوان فيها لون ولون غامق، هذه الفاكهة مفيدة وتحتوي على مركبات ما نسميها الأنتوسيانات. الأنتوسيانات هي مركبات ملونة خلقها الله عز وجل للحفاظ على النبات. دائما النبات الملون بيحفظ نفسه من أشعة الشمس ومن المركبات الخطرة، وبالتالي هذه الأنتوسيانات لها دور مضاد للأكسدة ومضاد للفيروسات وفق دراسات مثبتة. لذلك أي فاكهة ملونة هي مهمة جدا كمصدر مضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات اللي ممكن نحن نستخدمه لدعم ومنع حالة تطور الإصابة. تمام. ونرجع منقول الانتباه والتعامل مع الجميع على أنه مصاب. تمام. هذا أهم قاعدة، لأنه نحن اليوم إذا بدنا نطلع باستهتار وما نستخدم الكمامة فنحن عرضة لنقل هذا الفيروس إلى منزلنا، وبالتالي إذا في عندنا شخص كبير في البيت راح يكون عرضة للإصابة، وهالكبار بالعمر اللي عندهم مشاكل خلينا نقول مناعية أو عندهم أمراض مزمنة عم بيكون في عندهم فرص أقل للنجاة من هذا الفيروس. بعيد الشر عن الكل إن شاء الله يا رب. أكيد دكتور، كتير اليوم عم بيصير يمكن اختلاف بوجهات النظر، بعض الأطباء بيقولوا أنه نحن هلأ إذا بدنا ندعم مناعتنا فهذا الشيء مو ممكن يزبط، لأنه المناعة هي فعل تراكمي نتيجة تغذية وأسلوب حياة كامل. ما مدى صحة هذا الشيء إذا شخص حب يلحق حاله مثل ما بيقولوا ويدعم مناعته بدون ما يكون تعرضت للفيروس؟ ما مدى صحة هذا الشيء؟ ونصائح أخيرة بتحب توجهها بخصوص هذا الموضوع، خصوصا لأنه اليوم كتير في اختلاف بوجهات النظر عليه. تفضل. حقيقة يعني جزء من الحقيقة ما ذكر بأنه نحن اليوم المناعة هي حصيلة نظام غذائي متجانس ومتنوع عبر فترات طويلة، بس فكرة أنه ما بنقدر نحن نوصل إلى لا، هي مانا صحيحة. نحن فينا بأي وقت ننتظم بغذائنا، نأخذ كميات وافية من مضادات الأكسدة. نعم. وبدي أذكر من الأشياء الأخرى اللي ممكن نحن نستخدمها، طبعا نحن عم نحكي عن الشاي الأخضر، الريحان، الآس، عرق السوس، كلها حبة البركة، كل هاي المركبات أيضا بتساعد في تطوير رد الفعل المناعي. ممكن نحن العكبر، عكبر النحل كمان، النحل الحقيقة بينتج العكبر لحماية خليته، خلية النحل عادة فيها حوالي 30 كيلو سكر، فنحن بطبيعة الأحوال إذا لم تحفظ بمادة حافظة رح تتعفن. فالله سبحانه وتعالى يعني ألهم النحل بأنه يروح على الأشجار ويأخذ من نسغ الأشجار ومن الراتنجات اللي بتكون على الأشجار، يأخذ هذه المواد العطرية ويمزجها مع الشموع والعسل ويحضر مادة اسمها طلاء البروبوليس أو العكبر، ويطلي بها داخل الخلية ليحمي بها صغار النحل ويحافظ فيها على الخلية. نحن إذا أخذنا هالمادة الحقيقة هذا المركب مركب مهم يساعد بشكل كبير جدا على تطوير رد الفعل المناعي، والمناعة هي عبارة عن مركبات ممكن تنشيط إنتاج وسائط داخلية. لما بناخذ هاي المركبات نحن كأننا عم ناخذ المركب اللي أنتجه النحل بخبرته وبنستخدمه مباشرة لحتى نحن نعمل رد فعل مناعي مهم. طبعا لازم ننتبه دائما المشروبات الساخنة، الحساء والشوربات يعني، وأي شيء يتعلق بموضوع الألياف، الخضار والفواكه لازم تكون موجودة على طبقنا يوميا. أكيد يعني هي النصائح الأهم اللي بدنا نختم فيها مع حضرتك لليوم. شكرا لك. شكراً دكتور إلي. شادي، نتمنى الكل يكون استفاد وسجل هاي المعلومات. شكرا لك. الصحة والعافية للجميع. والصحة لك كمان. شكرا لك دكتور لك المعلومات اللي قدمت لنا.